أهلا وسهلا معكم الهادي من جديد. اليوم حنا نتبع كما وعدتكم من قبل، غير ما كانش عندي الوقت وما كانش عندي المغال كما نقولوا بالمغربي ولا بالفرنسي. هذا اليوم غادي نقرأ عليكم واحد مقطع من هذا المجلد ديال إن ستيفنسون، Reincarnation and Biology، يعني تقمص والبيولوجية، Contribution to the Etiology of Bird Marks and Bird Defects. مقالة Etiology، يعني مسببات الوحمات أو الشامات والبيرد ديفكت. بيرد ديفكت يعني قولوا معيبات الخلق، عيوب الخليقة تكون الإنسان تصدر عليه. أوكي، شوية غادي يكون شوية طويل، رغم حتى غادي نترجم مباشرة من الكتاب، فلهذا لأنه هو سايكياتريس، هذا إن ستيفنسون سايكياتريس بسيكياتر، كيفي غادي يكون شوية ديال الترجمة. غنستعمل جوجل ترجمة لهذا بعض المصطلحات اللي هي علمية. ألوغ نبدأ الآن. هذا البوليوم بوليوم واحد، يعني المجلد رقم واحد. اوكي، ألوغ نبدأ بواحد اسمه من مونسين وينري. اوكي، اسمه مونك سين وين، عفوا على سوء ترجمة الكلمات، بعض الكلمات اللي هي هذه من بيرما. اوكي، مونك سين ويلم في رابع شتنبث سنة 1957 في قرية كييمي التي تبعد ب 15 كيلومتر من شمال غرب بيومبي في شمال بورما. كانوا والديه يوهلا سونغ اند وي ماغي، أبوه سونغ أوهلا سونغ كان حدادا سميت. مونغ سين وين كان هو الأكبر سنا في إخوته. عندما كانت أمه حامل، دوما جي حامل به، حلمت برؤية وهي كالتالي: لقد حلمت بجندي غريب يظهر عليه، جندي ياباني فلم تكن متيقنة أصله. كان يلاحقها فصارت مفزوعة فهربت، هذه في الحلم الرؤية بتاعها. فتبعها الجندي مرة ثانية فلاحظت أنه لم يفهمها، وفي نفس الوقت لم تفهم ماذا كان جوابه لها. لم تفهم ماذا كان جوابه لها، فانتهى الحلم. اوكي، الرؤية لوسي دريم، بالانجليزي نقولوا لوسي دريم، تقولوا لها انتم باللغة العربية الرؤية. اوكي، لكن الفرق ما بين الحلم والرؤية، حتى الرؤية على حسب الوضعية تاعك، الوعي تاعك، الفهم تاعك. الحلم الرؤية عندها علاقة بالحيوات السابقة، طبيعة الحال جل الرؤى عندها علاقة بحيوات سابقة. اوكي، وكما شرحت لكم حياة سابقة هي الآن، الحاضر غير موجود، اللي موجود هو الحياة السابقة والحياة يعني الماضي والمستقبل، الآن ما موجودش. أنا لكن الآن مش بالحاضر. اوكي، it's very complicated، يعني جد معقد التفسير، ولكن مش مشكل. يعني
كيف ما شرحوا لكم انتم بالتفاسير ديال ابن سيرين، داكشي كله غير كذوب غير سحر. ابن سيرين هذاك الكتاب رموه في الزبالة. انا مريت من هاد البحث ديال ابن سيرين والتفاسير كلها كذب، ديال المسلمين كلها كذب. هي كتجذب شوية، الى سمعتي لك كتجذب، كلها كذب. اوكي، شوف ابن سيرين قال لكم عشنا حيوات سابقة، ما قالاش طاروا الزبل، لا بوبال تراش. اوكي اوكي شرع في الكلام عندما كان عم هذا المانجوين، هذا ابنها اللي كانت حاملة به، لما كانت حاملة به، حامل به يعني حاملة بريجننس مانغ سين وين، لديه وحمتين. فهمتي؟ هاد الابن ديالها عنده وحمتين، اثنين في اعلى صدره اليسار وكتفه اليسار خلفيا. شرع في الكلام عندما كان عمره خمسة عشر شهر. وفي اول امر بدأ ينطق بكلمات غير مفهومة لدى ابويه، ولم يكن فصيح اللغة البورمية حتى بلغ 6 سنوات من عمره. عندما كان طفلا مونغ سين اطلع على خوف رهاب ملحوظ، فوبيا للطائرات، عن الطائرات، وسلوك غير معتاد في وسط عائلته. عندما كان عمره 6 سنوات، ليس قبل 6 سنوات أو بعد، بدأ يشير إلى حياته السابقة. اوكي، انا اترجم مباشرة من الكتاب الانجليزي، استسمح على بعض اغلاط ولكن سوف اصححها بعد. بدأ يشير إلى حياته السابقة، فقال انه صرح انه كان جندي ياباني الذي أطلق عليه النار من الطائرة ومات على الفور. اوكي اوكي عندما كان مونغ سين وين عندما كان عند سنه 8 سنوات، أبويه أرسلوه إلى موناستري سكول، مدرسة، يعني نقول مدرسة دينية، يعني كما نقول مدرسة دينية محافظة بشكل عام. فمكث فيها 2 سنين، من بعد سنة في البيت أرسله إلى المدرسة حرة قريبة من كيني، أتم دراسته هناك حتى السنة الثامنة، 8th grade، الثامنة، القسم الثامن. ومن بعد أوقف دراسته لأسباب اقتصادية. وفي سن 18 he became an apprentice in ironworks، كان يتدرب في الشغل يعني تحدات، نقول حداد بالمغربي.
ايرون ووركس يعني الميتالورجي. بعد 18 سنة صار متعلم، تدرب في شغل الحديد، صناعة الحديد بمدينة مايكيتيلا، أقرب مدينة أو مدينة أكبر، يعني كانت أكبر مدينة قريبة منه. وبسرعة تعلم كيف يشتغل على الحديد، يعني حداد. بعد واحد فترة قصيرة شغل كشغال في ياماتين، واحد مدينة كبيرة في الناحية بتاعه، رجع إلى ناحية القرية بتاعه أصلية، وتزوج واشتغل كأبوه as a blacksmith، يعني حداد. بعد ما عاش هناك تقريبا بعض الشهور مع عائلته في كيني، تحول إلى قرية مجاورة تيغون، TIGONE، تيغون، في كانت عائلة زوجتي، فين عاشوا عائلة زوجتي تيغون انت كيني. It's like طوكيو، طوكيو تيغون اند كيني، يعني كتبدا تيغون تي اند كيني طوكيو. حتى الصورة اللي امامكم يعني تقريبا الصورة اليابانية، العلم الياباني هناك الريد، تقريبا 0.5 كيلومتر، عن بعد 0.5 كيلومتر، نصف كيلومتر تقريبا. يعني هذه المدينتين والقريتين قريب من بعضهما، يعني تتفرقهم فقط واحد ساندي وور كورس، يعني المجرى المياه الرملية. يو وينغ مونغ اند اي، هذا اسم اخر يعني ليس المعني بالامر. يو وينغ مونغ اند اي، يعني هذا الدكتور، فيرست ميت مونغ سين وين، اول مرة تلاقوا بمونغ سين وين المعني بالامر في شهر مارس 1978، لما ذهبوا إلى تايغون، ذهبوا إلى تايغون للتحقيق في هذه الحالة، في حالتي. أوكي، كانوا محظوظين أنهم كان معهم يونو، ساكن أحد سكان بيونبي الذين التقوا يعني، ويعني أخذوا دراسة عن وساعدوا هذا الطاقم تاع الدكتور في الاستجواب، في التحقيق، في يعني حالات أخرى من غير، يعني لما الدكتور ذهب إلى الأبر بيرما، يعني في شمال بيرما، غير بالصدفة جاء هذا وتلاقوا به هاد الشخص اللي اسمه مونغ سين وين بالصدفة. يعني واحد الشخص في القرية يعني علمهم وقال لهم بأن بهاد مونغ سين وين، ان راحوا تلاقوا معاه وتكلموا معاه، يعني بخلاصة، يعني بخلاصة تكلموا معاه بواحد، يعني خدوا معاه وقت قصير، بس
السنة اللي من جاية من بعد مقبلة، the following years، في شهر مارس 1979، ثانيا تلاقاو معاه وتحكوا معاه وتكلموا معاه، يعني باختصار كذلك، يعني في فرصتين، السنة الماضية والسنة يعني 1978 و 1979، يعني كان هو يعني المخبر الوحيد لقضيته. ولكن في مارس 1980 الدكتور الطاقم تاعو استجوبوا دي انترفيو، استجوبوا استجواب، يعني استجوبوا والديه خذون هاد موكسين، ولدهم موكسين وين، يعني تكلموا على اش كانت يصرح لهم في الحياة السابقة، واش كانت يقول لهم، يعني وحتى ال يعني نقولوا ال unusual behaviors، يعني المعاملات دياله، التصرفات دياله، نقولوا behavior، التصرفات الغير العادية اللي كانت يمارسها معاهم في البيت لما كان طفل، وحتى البيرد ماركس، البيرد مارك شامات، يعني التوحيمات، نقول التوحيمة، اوكي، الوحمة، وحمة قريبة، وحمة رحمة، وحمة رحمة، غير تبتو تبتو، راه كان كانت كاين اللي كيشوف المظهر الكلام ودا الأغاني تبتو، أنا كنتكلم أنا خصيصا تتكلم بهذه الطريقة، نقدر نوجد لكم هذاك النوع، أنا تنبغي الناس يفهموا معنى الكلمات، مش يشوفوا الكلمة من برا، يفهموا، أوكي؟ يعني البيرد ماكس وحمات، قولوا الوحمة رحمة قريبة، أوكي؟ we obtained some additional background information، ويعني تمكننا من التحصل على بعض يعني background، يعني نقولوا background، يعني الحياة، السوابق تاعو، معلومات السوابق تاعو في القريتين اللي عاش فيهم، يوتون بي اند يو ميا مونغ، كانوا في تايغون اثناء الحرب، اثناء الهجوم او الاستعمار الياباني لبورما، وكذلك تلقينا استجواب مع مونغ سين وين في 1980. في سنة 1979 يونو رجع إلى تايغون لوحده، سجل يعني قولوا اكستنشن، ذاك سيرة ذاتية شاسعة، سيرة ذاتية شاسعة من مونغ سين وين، مع أنه استجوب مونغ سين وينز ماضري، أمه استجوب أمه في نفس الوقت، داو ما جي اسم أمه، وكذلك سجل تصريح من يو ميا مونغ، عجوزة قروية، قروية كانت تسكن في تايغون، التي عاشت في هذه الناحية أثناء الهجوم الياباني على بيرما. يوميا مونغ حفيدتها تزوجت بمونغ سين وين، المعني بالأمر، أوكي، يومي مونغ أند يومي مونغ وأنا تلقينا به في سنة 1980، ولكن لم
نستجوبهم بشكل واسع. ك يو ان هات نفسها. اوكي. داو هنين اي واحد شخص اخر كان في الطاقم. ترجم يو نيوز نوت يعني التسجيلات او المدونه بتاعه اللي كتبها سنه 1979. الجواب كان في اخذ مكانه سنه 1979. واستعملتهم لتجديد او استعملتهم ل to prepare يعني in preparing this report يعني هذا التصريح. يو نيوز استجوابه أخذ مكانه 1979 قبل التقائي به في للمرة الثانية في تايغون مع يو وين مونغ اند يو نو، ولكن لم استقبل اي ترجمة من مسجلاته او تسجيلاته او مدوناته حتى سنة 1983. يعني شغل شاق يعني هاد الطبيب النفساني ساكياتريس، يعني هو تطوع، هو انسان باين عليه، شوف على كيف موجود على يوتيوب، يعني انسان تطوع في خدمه، كيحب العمل تاعو وبغى يكتشف شي حاجه ما اكتشفهاش قبل منه. كان يعني هو الباينير، يعني هو الاول اللي قام بهذا المجهود. يعني حتى الترجمه صعبه، يعني الترجمه كتاخد يعني خصها ترجم بالحرف وبالكلمه. لهذا اتاسف، ما انا ما كنتش بغيت نترجم لان الترجمه غادي تاخد وقت كبير. لهذا نكمل الان. في ناحيه بيامبي صارت مصرع قتال او مصرع قتال رئيسيه في ناحيه بيامبي في spring of 1944، ربيع فصل الربيع 1945. كما كانت كان الجيش البريطاني متقدم ضد الجيش الياباني الذي كان مستعمرا لبيرما. بيامبي كانت أسيرة يوم في شهر أبريل، يوم 10 أبريل. يعني التقدم البريطاني كان سباقا ومصحوبا بالبامبين، يعني نقولوا بامين، قذائف والقذائف عن طريق الطائرات. يعني البرميين القراويين غالبا كلهم كانوا تركوا القرية، على الأقل يتركون القرية على الأقل في اليوم في النهار حتى يتمكنوا، يعني they survive، you can survive in the surrounding field in jungle، يعني يعتقر نفوسهم في الـ هذا يعني في الأوحال في الغابات وال jungle fields الحقول والغابات. مونغ سين وينز فادر أبتع المعني بالأمر اسمه يو هلا سانغ، عاش في كيني أثناء الحرب العالمية الثانية. كان طفلا في سن العاشرة
في سنة 1945. يتذكر أنه أن يتذكر أن 4 أو 5 جنود يابانيين قتلوا من قرب 100 متر، قرب 100 متر في المكان الذي كان يسكنه. Okay. يو تون بي شخص آخر كان يعني قبل بعض السنوات أكبر منه. Okay. وكان يسكن يقطن في نفس المكان أثناء الحرب. قال أنه 3 من الجنود اليابانيين قتلوا تقريبا من مركز كيني. يوميا مونغ التي كانت أكبر كانت أكبر يعني مراهقة أثناء الحرب، تقريبا 60 مراهقة أثناء الحرب، تتذكر بعض اليابانيين الجنود اليابانيين الذين قتلوا عن قريب من قريبا من القرية أوف تايغون، التي كانت تعتقد أن أغلبهم يابانيين قتلوا في نفس المكان، يعني توفوا في كيني. البيانات التي أدلى بها مونغ سين وين المعني بالأمر. مونغ سين وين أبويه تذكروا في سنة 1970 1980. بعض المعلومات التي قالها التي قالها حول حياته السابقة. أوكي. لما كان طفلا لأن بعض الصعوبات التي كان الصعوبات التي كان كانوا أبويه ما تفهموش اللغة ديالو، ما تفهموش، كان عنده صعوبة في اللغة البرمية. ما تذكروش كل شيء، ولكن بعض المعلومات اللي تذكروها اللي فهموها منه، لان ما تعلمش اللغة في بادئ سنه، في الاول سنه تتكبر عاد تعلم اللغة، كان عنده صعوبة في النطق. وكان كانت يقول لهم يعني أنه كان جندي ياباني وعاش في مدينة طوكيو. كي مدينة طوكيو التي كان أبويه يعيش فيها، وكان يعيش مع أبويه والديه أخويه وأخواتيه، يعني sisters and brothers. okay. مونغ سين وين معني بالأمر ما كانش كيتذكر يعني الشغل بتاعه قبل ما يلتحق بالجندية آنذاك في اليابان، ولكن كانت يتذكر أنه في حياته السابقة يعني كانت يتدرب على الجيدو والكاراتي، رياضة الجيدو والكاراتي. وكانت تذكر أنه عندما كان جندي كان ما تدخنش وما كيشربش كحول، يعني اللي قالت هلاس يو هلاس سونغ مونغ سين وين هاد سيد، يعني اللي قالت أنه كان أنه توفى، تقول لهم هي كانت تذكر من الكلام ديالهم اللي كان طفل أنه توفى
توفى بسبب جروح من هذا الجروح بسبب القنابل. اوكي، ولكن هنا تيقول بان هذا ما تيوافقش الكلام اللي قال مونك سين وين في بيان تاعو. قال بانه في اثناء استجوابه مرتين، لو قال بانه قتل اثناء بالرصاص، يعني اطلق عليه الرصاص من الطائرة في الحلقة السابقة. مونك سين وين البيان تاعو في 1979 1980. مونك سين وين كان سنه 21 سنة عندما أول مرة تلقيناه في سنة 1978. كان سنة أكبر من ما من بعد ما صرح بالسيرة الذاتية بتاعه. وزاد في بعض المعلومات اللي قالهم في الحياة حول حياته السابقة، أن أبويه يعني أبوه ما قالوش بعض المعلومات اللي هو قالها، قالوهم واحد المعلومات هو قال معلومات أخرى، يعني لأنه ما يتذكرش مني كان طفل اش كانت يقول، يعني الذاكرة تاعو كطفل من بعد ما يكبر غتغير شيئا ما. اوكي، مش مشكل، ولكن كانت يتذكر أن حياته السابقة كان والديه لا زالوا حيين، يعني في حيين من بعد ما انتمى للجيش الياباني عندما راح إلى بورما مع الجيش الياباني. كانوا أبوي آنذاك حيين، يعني لا زالوا عايشين، يعني وكانوا في اليابان، وكان عنده 5 يعني أخوين، 6 ذكور وإناث، ولكن لم يتذكر اسمهم. كان يتذكر أنه كان عازب غير متزوج. تذكر أنه كان في تمركز البندقية اليابانية في مكان اسمه تودي بالم جروب شرق الموناستري اوكي، وجنوب القرية او كيني، قريب من الرئيس الطريق الرئيسية بين ماندالي اند رانغون. نوقف هنا وغادي نعطي واحد بعض الملحوظة اوكي على ذكر اسم ماندالي. اوكي، هذا ما عندش علاقة بالقراءة اللي كنقرا الآن الترجمة. ماندالي باي، واش كنت تذكروا ماندالي باي؟ كي شي واحد فيكم كيتذكر ماندالي باي؟ هذا الاسم ماندالي باي كان فندق في لاس فيغاس في 2017. كانت توقع واحد هاربست، كان واحد المهرجان اسمه هاربست، وكان وقع ارهاب، قالوا ما ارهاب، انا بالنسبه لي ماشي ارهاب، وغير كان باربا بيتس، فهمتي، مهرجان ديال الباربا، هذا اسمه الباربا المغربي بيتس. اوكي، بعد ندير فيديو، غادي ندير فيديو نشرح شويه معقد داكشي، تيبغي نستعمل الارقام والاسامي والترجمه ونحول الارقام من الرقم نحولو الحرف وهذا، وغادي نعطيكم بعض كان ديك الساعه الرئيس هذا كان الرئيس ترامب،
ترامب، وكان في نفس النهار او نهار قبل او بعد كان وقع واحد الزلزال في بورتوريكو، اوكي ماندالي، اوكي ماندالي اسم مدينة قرية في شمال بيرما، اوكي. وكان فندق يعني 5 نجوم في لاس فيغاس، وهذاك النهار كان اللي وقع فيه داك، قالوا ماتوا 200 واحد، داكشي كيكذبوا، كين كان طاقة سحرية من جودة أخرى، يعني ما تعرفوهاش نتوما. أنا ملي تنقول السحر يعني ما ترجموش السحر اللي كتعرفوه نتوما، لا لا، غير ما تضيعوش وقتكم. هي لغة، قالوا ماتوا الناس في لاس فيغاس وداك الشيء، ولكن غندير فيديو، غادي ندير فيديو. وكان يوم عاشوراء، هذاك النهار كان تقريبا يوم عاشوراء 2017، نتذكر 2017 في شهر أكتوبر، نهار واحد شهر أكتوبر 2017. ممكن تقدروا تشوفوا قبل ما ندير الفيديو، تاخدوا معلومات، تقدروا تشوفوا اش وقع وداك الشيء، وتعرفوا يعني تحلوا شوية. كان داك تيقولوا له ماندلي، كان مهرجان سميتو غار بس الحصاد، وحصد الأرواح فقط. اوكي نتمنى نقدر ندون، بغيت نتكلم لكم على الروح، داك الشيء شوية صعيب، شي شوية صعيب، ما هو سهل صعيب، لأن انتم حاطين لكم الروح شنو هي في دماغكم. ما غاديش غادي نجي خصكم تقولوا داك الشيء وتسمعوا لي، على الأقل تكونوا نوتر محايدين. على أي حال، هذا غير نقطة طرقت لها، لأن قريت اسم ماندلي وتفكرت ماندلي باي، خليج، الباي هي خليج بالإنجليزي. اوكي كاين الخليج، كاين الغاز هناك. اوكي نكمل. اوكي تقريبا هذاك الطريق السيارة العامة ما بين ماندلي عند راغون، كانوا تقريبا 100 رجل في الوحدة بتاعه العسكرية، وقذف عليه، تطلق عليه الرصاص من طائرة أسفل، كانت قريبة الأرض، قريبة من الأرض، واللي كانت هي جات تفتش على الأماكن هذه، نقولوا الأرتيلري، جابانيز أرتيلري، سلاح المدفعية اليابانية، وتوفى آنذاك بسرعة بعد ما شرح قدي، بعد ما ضربوه بالقرطاس. مونك سين وين كانت عنده ذاكرة شاسعة في أثناء عندما كان يعني عندما كان جندي ياباني في الحياة السابقة، وغالبا قال بأن توفى آنذاك بعد ما ضربوه بالرصاص، وربما قبل ما توفى كانت عنده واحد الذاكرة من بعد الوفاة، وقالوا بأن بعد ما توفى بقات عنده واحد الذاكرة ما حصل أثناء الحادثة، وكان يعني حزين بالموت بتاعه في مكان غريب عليه، يعني فورن لاند، وما يقدرش أنه يشوف والديه وأخواته. يعني ما يقدرش يعرف يعني الفترة ما بين الموت وما بين الوفاة بتاعه، وما تذكرش يعني الفترة اللي هي انترفال، اللي هي ما بين
الموت بتاعه والذاتية بتاعه. اوكي، الان نتنقلوا ننتقلوا ظروف واخلاق مونك سين وينز. يتحدث حول حياته السابقة. لما كان مونك سين وين أول مرة يتكلم، استعمل اللغة التي كانت غير يعني لغة مبهمة بالنسبة لوالديه. هما اعتقدوا أنها لغة يابانية، بس كانوا غير متأكدين من ذلك، لأنهم كان لا أحد منهم يفهم اللغة اليابانية أو يعرفها. أوكي، تقريبا قالك في الناحية اللي كانوا يسكنوها ما كان أي حد من أصول يابانية أو أحد يتكلم اللغة اليابانية في منطقة في أبر بيرما، شمال بيرما، خلال الستينيات من عمر الستينيات. يعني كان هو ليس فقط يتكلم لغة غريبة عنهم، بل كان لا يتكلم اللغة البرمية المحلية، لغة أبويه. كي حتى سن السادسة تقريبا، واعتقدوا أنه كان يعني دام يعني بديد، أو يعني أنتي شيء متعطل شوية. أوكي، كانوا في والديه يستعملوا حركات حتى يقولوا له مثلا، يعني يلقنوا تعليمات مثلا، احمل هذا الكوب مثلا. كانوا يستعملوا حركات حتى يفهمهم شو يقولوا، كأنه لا يتكلم لا يسمع. لم يرسلوه إلى المدرسة حتى لأنه كان لا يتكلم اللغة البرمية جيدا. تقريبا حتى السنة الثامنة من عمره تقريبا هذا أرسلوه إلى المدرسة، لأن أعتقد أنه لم يكن بإمكانه التحدث باللغة البرمية والنطق بكلماتها والحروف والجمل بالتدقيق حتى السنة العاشرة. يعني كاين واحد الخلل، يعني هنا كتكون كارما، هنا كاين الكارما، هنا كاين جذور، كاين أثر الكارما. نتكلم عليها من بعد، لأن الوقت هياخد وقت طويل الترجمة لهذا، في خلال الترجمة مباشرة من الكتاب، وأنا مش يعني مش يعني ليس من المهمة ديالي أو الحرفة تاعي أنا نترجم. كنترجم أول مرة كنترجم، فلهذا ما نبغيش نتطرق الموضوع، بعض النقط خارجة الموضوع باش ما ناخدوش الوقت طويل. أوكي، مونغ سين وين معني بالأمر قال في 1979 أنه رأى قبعة لعسكر ياباني ضمن الأشياء التي تركوها اليابانيين الجنود اليابانيين، والتي يحتفظ بها
يعني قرويين برميين. اوكي يعني had first stimulated his memories، يعني حفزت الذكريات بتاعه انه كان جندي ياباني في حياته السابقة. قال انه كان في عمره 9 سنوات انذاك، ولكن ابوه يو هلا سانغ قال انه من قبل من 9 سنوات انه كانت يقول بانه كان جندي ياباني. اوكي قال كان يقولها لافراد عائلته تقريبا حوالي 6 سنوات. مونك سين وينز فوبيا اوف ايربلينز، كان عنده تخوف، الخوف من فوبيا تاع الطائرات. اوكي يوهلا سونغس قالت انها ابنها وابنه، اتذكر ان يوهلا سونغ رجل الاب والام، على اي حال كان عنده خوف يعني جد مرعب حول الطائرات. لما كان طفلا صغيرا الفوبيا التخوف تاعو كان ملاحظ. عندما كان سنه 4 سنوات تقريبا سنتين قبل ما يتكلم على حياته السابقة أنه كان جنديا ياباني في حياته السابقة، يوهلا سانغس قالت أنها أن الابن تاعها كان يوسو دايف انتو ذا هاوس، يعني كان كيختفي في البيوت في البيت لما يسمع طائرة تجول قريبا، يعني قريب من الجو، يعني يسمع طائرة على الهواء يعني في الجو. يعني دوماجيا تذكرت أنها لما كانت هذه الطائرات تحلق فوق في الجو فوق القرية كان هو يجري ويبحث على مكان مؤمن ground، يعني في هذه القرية، في بيوت هذه القرية، وكانت البيوت القرية كانت عالية شيئا ما، على سطح على الأرض عالية. أوكي كان يحفر حفرة تحت البيوت، وكان يتخذ منها يعني مأمن، يحفر حفرة يعني وصغير في هذاك السن، يعني الكارما، هذه كارما سلوكية. أوكي سلوكية صعب ملاحظة الإنسان لما يكون طفل، حتى العائلة صعب يلاحظوا، وقد تكون ملاحظة سلوكية. أوكي فلهذا يعني نتكلم على هذه النقاط من بعد، أنا ماشي مشكل، أنا اللي أنا غير كنحاول نترجم لكم شنو قال الدكتور في البحث ديالو في هذا، ومن بعد أنا نتطرق للمسائل تنعرفهم، ما نحتاجش نقرا الكتاب، ممكن بالنسبة لكم مش مشكل. اوكي كملوا من بعد. مونك سين وين فوبيا اوف ايربلين، يعني هذا الخوف من الطائرات، صوت الطائرات، استمر حتى لما صار عمره 12 سنة. اوكي حتى هو ذكر صرح بأن في 1979 أنه كان جد خائف من أحد الطائرات لما كان طفل، ومن الصوت بتاع الطائرة حتى راح يحفر حفرة ويختفي فيها في الرملة
حتى لا يسمعها. يعني هو دابا السلوك تاعو بدا تتشابه مع السلوك حياته السابقة كجندي، لأن الجنود تيديرو داك فاكس هول تيختفيو نتي. دونك هنا كان تيقول بأن مونكسين معني بالأمر بين السولدير بلايات بيسو، يلعب كأنه في الطفولة تاعو يلعب كأنه جندي. اوكي مونكسين وين تذكر أنه لما وجد هاد القبعة الجندي الياباني اللي ذكرت من قبل، كان يوضع القبعة عليه ويلعب كأنه جندي المحارب، حتى والديه كانوا يمنعوه من ذلك، يعتقدون أنه سوف يعني يجرح أو يجرح، حتى أنه اعتقدوا أن ذلك ممكن، هذا الاعتقاد أنه يكون أنه يعني ممكن يجر إلى حرب أخرى. فهمتي، تيذكرهم بحال غادي يكون واحد آخر كانوا يخافوا منه. فهمتي، كأن الكارما بتاعو عند علاقة بالوالدين تاعو، كانوا كيخافوا لأن كاين واحد الواقع، واحد الحقيقة كيحسوا بها وما تيفهموهاش، تيقولوا لي اجي يعني انت كنتي محارب ما تعاودش تحارب وانت طفل، ولو انك تلعب تيخافوا منه فوبيا تاعهم عندهم. المهم الان انا نوقف هنا لان وصلت تقريبا 51 دقيقة وباقي ما كملتش، ما بغيتش نطور، ربما كاينه واحد 20 دقيقة او 25 دقيقة اخرى باش ما تقنطوش المستمعين، ما يقنطوش، غنكمل في الحلقات التالية ان شاء الله. والمهم راه كاين معلومة جد مهمة، كاين راه قلت كاين معلومة جد مهمة راه نشرحها من بعد، كاين بعض المعلومات تقدروا تعرفوا الكرامة تاعكم والاحاسيس ديالكم وداكشي اللي عندكم من حياة سابقة، كيفاش الفوبيا والخوف وداكشي كله راه جاي من حياة سابقة اللي عندكم. اوكي شخصي كلها ديالكم كاينة. اوكي نوقف هنا وانا غادي نختم بهاد الاغنية ديال ديوران ديوران. اوكي فريق بريطاني ديوران ديوران كانوا في الايريز في اوائل الثمانينيات والاغنية سميتها كام اندان، آتي غير منتهي، كمان دان. والأغاني من فضلكم، أنا الأغاني اللي كان 90% تقريبا إلى سجلت تقريبا 10 أغاني على الأقل 8 فيهم راهم ما عندهمش، راهم ما تفهموهمش، ما تسرعوش، ربما تعرف الإنجليزي حتى ولو يكون أمريكي ما يعرفش، يعني تسمع الأغنية بالإنجليزي تقول راه كتعني هذه، لا راه إيزوتيريك. أنا الأغاني كنلعبهم كلهم عندهم معاني مبهمة. أوكي كلمات كلها، فلهذا ما تسرعوش، ربما لعبت شي بعض الأغاني تسرعت وأنا عرفتكم تسرعتوا، أغلبية كل شي كيتسرع. أوكي راه إيزوتيريك داك الشي، راه بحال القرآن. أنا علاش لعبت دوك الأغاني؟ لأن المعاني الاغاني كلمات ترى هما المعاني اللي حيت ما فهمتوش الاغاني ما تفهموش القران، ما فهمتوش القران ما تفهموش اغاني كنلعب انا بالاخص. اوكي لهذا انا غادي نلعب هذه الاغنيه ديال كام اند دان، كام اند دان. اوكي اتي غير متاهي يعني كتبقى عندك دين. اوكي دين عقلتو الدين. اوكي وغنذكركم في الصور الآية رقم 10 في سورة الكهف، ربنا آتنا في لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا. أوكي ما تسرعوش، بشوية بشوية. أنا هاديك قضية ديال الله كيسمعوا لي 60 واحد عندك لايك ما لايك داك الشيء اللي ما كنامنش به، ومتى انا ما كان يوتيوب وهادشي كلشي ما كنامنش،
كاع داكشي اللي في الاحاسيس ديكم مثلا مريت منهم في حيوات سابقه، وانا كنعرف حوايج اخرين. اوكي ما خصنيش ندخل اليوتيوب. اوكي انا ما كندخلش نطلب، ما كنقولش، ولكن انا عندي، انا كنلعب مع ناس اخرين، كنلعب مع كائنات اخرى. اوكي فلهذا ننتهي بعد نتم بهذه الاغنيه هذه. و الاغنيه اللي غنلعب، حاولوا تدخلوا ديوران بالفرنسي دي يو ار ان. ربما الشباب ما يعرفوش، ما اللي في الـ في الـ في الـ هذا السن تاعي يعقلوا على ديوران اللي ازدادوا في اوائل السبعينات الستينات وسط السبعينات، اي يعرفوا ديوران. اوكي دخلوا لواحد الكليب راه فيه الصور، دخلوا شوفوا راه فيه مع هذاك، شرح لكم كثير القران. اوكي صورة كاب. اوكي انا ندخل صورة كاب بشويه بشويه، انا ما تعجبنيش ندخل اليوتيوب كل يوم نهضر، فهمتي؟ ما كنبغيش نبسال بزاف مع نفسي، ماشي مع نو مع نفسي. كنا نحاول نصبر معاكم، وهذا غادي نكمل هذه ان شاء الله بكره غدا وبعد غدا نكمل هاد سميتو. وكاين عن تفسيرات اخرى نحطها، وما كان وجدتش علاش انا ما بغيتش نترجم هذا، ما كان وجدتش، انا ما شفتش قلم ونبدا نترجم، ما كان عسمش، انا حليته وحطيته داكشي علاش ما قبل ما بغيتش نترجم هاد الكتاب. هو تعب عليه الانسان، تعب عليه. هذا احتراماتي لهذا الانسان، هذا انساني، هذا بحث، هذا يعني من الناس اللي ما عطاوش حقه. اوكي الوغ هذا غير فوليوم واحد، مجلد واحد، وتقريبا في واحد 500 ميسي هاوميني كتار، لا في واحد 1180 صفحه، هذا غير مجلد واحد، عنده كتب، عنده كتب. هذا راه ب $300 شريت هذا الكتاب، 325 دولار تقريبا، ما يقرب $300. اوكي باقي ما قريتوش كامل، ولكن مهم الناس اللي بسيكياتر في المغرب والدول العربيه بسيكياتر، حاول تشريو كتب، عنده كتب خاصه اللي تيديرو غير $30 بس $20 لو بغيتو تبداو بهم، ماشي مشكل. اوكي بسيكياتر مزيان، هذا حاولوا تفتحوا شويه، راه ما كاينينش غير نشومه، راه كاينين كائنات، كاينين ناس اخرين في العالم، كاينين تيعرفوا هادي، تعرفوا هذا، ماشي غير حنا اللي كاين، ماشي غير انا اللي كاين، راه كاينين ناس اخرين. وخذوا تستافدوا، ما خسر والو، معلومات تستافد، صلحات لك فهمتيها مزيان، ما فهمتيهاش خليها. اوكي لهذا غادي نلعبوا هاد الاغنيه هادي ديال ديوران كام اند داون. اوكي ليتس سي.
Beautiful song، أغنية جميلة. أوكي، الأغنية الكلمات ديالها وحتى الكليب، نمشيو للكليب ديال ديوران ديران. الكليب ماشي هذا اللي غني اللعب الآن، كاين كليب فيه الحوت. المهم غادي إلا عرفتو نحاول نخليكم تعلموا نقولوا تشفروا كلمات والصور معا، وغادي تفهموا، غادي تبداو تحركوا. انا بغيتكم تحرك، انتوما تحركوا، مش حركوا، انا غير شويه ننطلق وانتوما تتبعوني. اوكي، اغنيه جد جميله، ربما الانسان العادي عادي تهيأ له تكلم على الحب المعتاد تنعرفوا ونعلمونا، ولكن لا، هي كتكلم على اشياء اخرى. والاغاني كلهم اللي كنلعبهم انا كلهم كيتكلموا على اشياء اخرى، معنى آخر، مستوى آخر، وبعد آخر. فلهذا نكمل، غادي نكمل تتمة ديال هذا الشخص ديال بيرما. وكتاب راه طويل، غير ديال خاص، هذا خاص غير تاع مثلا هذا نقولوا شمات الوحمات باللغة العربية الشامات. وما هو عنده كتب كتير. انتي شكرا على الاستماع، وإلى اللقاء. ميرسي بيان.